السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي ما غاديش نديرو فيه الدروس. طبعا بغينا نجاوبو فيه على مجموعه من التساؤلات اللي التلاميذ ديالنا كيبرسوا هاد الايامات مع قرب انتهاء الدوره الاولى. كيفاش كنحسبوا النقاط؟ واش النقاط ديال المواد بحال؟ كيفاش كنحسب المعدل العام؟ هادشي كامل بغينا نجاوبو عليه. ولكن قبل ما نجاوب عليه بغيت نوريكم بعدا كيفاش كنحسبوا المعدل ديال كل ماده على حده، يعني كل ماده واش كنقسموا الفروض، واش كل ماده عندها كيفاش كتحسب. فمثلا هنايا انا درت الترتيب هنايا ديال المواد وغنقول لكم علاش من بعد درت الترتيب. غنبدا مثلا بالفيزياء. الفيزياء على ما عندي هنايا ثلاثه الفروض، كاينين ثلاثه الفروض وكاينه النقطه ديال الانشطه. اذا مثلا الا جبتي 10 في الفرض الاول، جبتي 15 في الفرض الثاني، وجبتي مثلا 16.5 في الفرض الثالث، والنقطة ديال الأنشطة جبتي فيها مثلا 14. إذا كيفاش كنحسب المعدل في هذه الحالة؟ الفروض كتمثل 75%، ومادام أن عندي ثلاثة الفروض دونك غنجمع النقاط كاملين بأربعة ونقسمهم على أربعة. إذا مثلا غنمشي ناخد الآلة الحاسبة وغنجمع 10 زائد 15 زائد 16.5 زائد 14، كنقسمها على 4 باردون، وكاينه 10 زائد 15 زائد 16.5 زائد 14 تساوي مقسومه على 4 هي 13.88 تقريبا. اذا غتعطيني 13.88. دونك هنا خصني ندير نقطه الانشطه هنايا حيت الفرض الرابع ما كاينش في الفيزياء. اذا كتكون عندك 13.87 دونك غنمشي نقيد هنايا 13.87 في الفيزياء مثلا، هذا هو المعدل ديالك. غنمشيو للتربيه البدنيه. التربيه البدنيه فيها ثلاثه الفروض، ما فيها لا نقطه الانشطه حتى حاجه. ثلاثه الفروض مثلا جبتي في الفرض الاول 13، الفرض الثاني 14، والفرض الثالث جبتي فيه 15. هذا ما كاينش، هذا ما كاينش، كنهز هادو ونجمعهم ونقسمهم على 3. دونك 13 زائد 14 زائد 15 مقسومه على 3 كتعطيني 12. دونك 42 على 3 هي باردون هي 14. صافي كنجمع ونقسم على 3. الاجتماعيات، الاجتماعيات عندها ثلاثه الفروض والانشطه بحال الفيزياء. غنحط نفس النقاط مثلا في شهر. اذا انا كندير غير مثال، هاد التلميذ مثلا جمع 10 في الاجتماعيات في الفرض الاول، جاب 15 في الفرض الثاني، وجاب 16.5 في الفرض الثالث، ونقطه الانشطه جاب فيها 14. اذا حتى هو غنقسموه، غنهزو 3 و 4 ونقسموهم على 4 كيعطيونا بحال الفيزياء 13.87. وانا اكسبري حطيت نفس النقط ديال الفيزيك مع الاجتماعيات باش ملي نهضروا على المعامل نشوفوا الفرق. علوم الحياه والارض، علوم الحياه والارض غنحط لهم عاوتاني نفس النقاط حنايا باش ما نبقاوش. اذا علوم الحياه والارض عنده جوج الفروض هنا، كاين عاوتاني هنا عندي خصني نشوف كيفاش نحسب جوج الفروض والانشطه، ما كاينينش ثلاث الفروض. اذا مثلا جبتي في الفرض الاول في علوم الحياه والارض 10، جبتي في الفرض الثاني 13، الفرض الثالث ما كاينش، الفرض الرابع ما كاينش، وجبتي في النقطه ديال الانشطه 15. واش هنايا نجمع هذا وهذا وهذا ونقسمهم على 3؟ لا، الفروض كتمثل 75%. اذا شنو غادي ندير؟ غنقص نجمع 10 مع 13 شحال كتعطيني؟ 23. غنقسمها على جوج غتعطيني 11.5. اذا مجموع الفروض هنايا النقطه ديال الفروض هي 11.5 حيت كتمثل 75. شنو هي 75؟ هي 3 ديال، كنقسم النقطه على 4 3 المرات. اذا غنضرب 11.5 في 3 شحال غتعطيني؟ غندوخكم هنايا في 11.5 في 3 غتعطيني 34.5.
وهاد 34.5 عاد غنزيد ليها 15 اللي جا في الأنشطة ونقسم على 4. إذا 34.5 زائد 15 مقسومة على 4 هي 12.37. غدوخو بزاف في هاد ديال اللي كيكون فيهم جوج الفروض، لأن الفروض هنا علاش جاتنا ساهلة؟ حيت عندنا ثلاثة الفروض، ولكن جوج الفروض كيمثلو 75، يعني التقل ديالهم ماشي بحال نقطة الأنشطة، التقال هما شوية على نقطة ديال الأنشطة. دونك خصني بعدا نجمع، لقيت المعدل ديال الفروض نقسمو كنضربو في 3 عاد نزيد ليه هادي ونقسم كلشي على 4 باش يعطيني المعدل ديال علوم الحياة والأرض. بالنسبة للرياضيات اللي هي المادة ديالنا مفيهاش نقطة الأنشطة، فيها ثلاثة الفروض بحالها بحال التربية البدنية. إذا الرياضيات مثلا جبتي غندير نفس النقط اللي درت في الفيزياء 10 15 16.5، هادي مكيناش والأنشطة مكيناش. إذا غنهز هنا غنهز ونقسم على 3، 10 زائد 15 زائد 16.5 تساوي مقسومة على 3 هي 13.83. وردوا معايا البال من بعد في المعاملة شنو في العربية. العربية عاوتاني كاينين جوج الفروض والأنشطة، إذا بحالها بحال علوم الحياة والأرض. جبتي مثلا غنحط ليها نفس النقطة 10 13 باش ما نعاودوش نضيعو الوقت 15. دونك كيما قسمنا النتيجة ديال علوم الحياة والأرض غتعطينا 12.37. دونك نذكركم دائما جوج الفروض كيبدلو 75%، خصني نقسمهم على جوج نضربهم في 3 عاد كنزيد ليهم نقطة ديال الأنشطة ونقسم كلشي على 4. بقات ليا الفرنسية. الفرنسية فيها 4 الفروض ما متأكدش منها، يعني فقط معلومة توصلت بها. الفرنسية فيها 4 الفروض والأنشطة، 4 الفروض والأنشطة، والفروض عاوتاني كيبدلو 75%. إذا غنحط مثلا الفرد الأول جبتي فيه 10، الفرد الثاني 11، الفرد الثاني 12، الفرد الثالث جبتي 13، والنقطة ديال الأنشطة عندك 14. مغمرش نحط قل من 10، أنا مكنت منه حتى شي واحد باش يجيب قل من 10. إذا 10 11 12 13، أشنو غندير عاوتاني؟ الفروض كيمثلو 75%، إذا غنتفك بعدا من الفروض، نجمع هاد الفروض كاملين بربعة. دونك 10 زائد 11 زائد 12 زائد 13 كنقسمهم على 4 حيت هنا دوزت 4 الفروض كيعطيوني 11.5، يعني معدل الفروض هو 11.5 حيت كيمثلو 75%. غنضربهم عاوتاني 11.5، غنضرب عاوتاني في 3 ونزيد ليها النقطة ديال الأنشطة ونقسم كلشي على 4. دونك 11.5 مضروبة في 3 تساوي زائد 14 تساوي مقسومة على 4 هي 12.12. باش نوضح لكم أكثر ديك 75%، باش ما تخلطوش 75% بحال إلا هزيتي مثلا كيكة. كيكة شناهي؟ كتقسمها على 4، 25% 25% 25% 25%، يعني ثلاثة الأجزاء. الفروض كيمثلو ثلاثة ديال الأجزاء، والفرد الأنشطة كيمثل جزء. إذا ملي كنقول أنا الفروض كيمثلو 75% يعني ثلاثة الأجزاء. دونك كنحط النقطة ديال الفروض ونضربها في 3، في 3 ديال الأجزاء هادو، عاد كنزيد ليهم الجزء ديال الأنشطة ونقسم على 4 حيت عندي في المجموع 4 ديال الأجزاء، غير باش تفهموا ديك 75%. غير هنا مثلا فين كاين الفرق، الفرنسية فيها 4 الفروض خصني نقسمهم على 4 باش يعطيوني نقطة واحدة، نقطة ديال الفرد. وهنا مثلا في علوم الحياة والأرض كاينين غير جوج الفروض قسمتهم على جوج، عدد الفروض كنقسم على العدد. ملي كيعطيني ديك النقطة عاد كنضربها في 3 ونزيد ليها نقطة الأنشطة ونقسم كلشي على 4، لأن ماشي نقطة الأنشطة هي نقطة الفروض. الفروض راه كيمثلوها انتوما ثلاثة ديال الأجزاء وهي تمثل جزء واحد. دابا حسبنا النقط، ها هما النقط هما هادو.
للاشاره بالنسبه للتلامذ اللي كيكون عندهم مثلا التكنولوجيا والتربيه التشكيليه والمواد الاخرين نفس الطريقه، كتشوف شحال من فرع عندك شحال كيمثلوا وتحسب، لان ما عندوش معلومات اكثر على هذه المواد. هادو هادو هما المواد الاساسيين. دابا غنمشي للمعامل مثلا، حتى حطيتي النقط ما غاديش تمشي تهز مثلا شحال من نقطة عندك، 1 2 3 4 5 6 7 تجمعهم وتقسمهم على 7 ويعطيك المعدل العام. لا كيتدخل هذا اللي درت بالحمر المعامل. اشنو هو المعامل؟ مثلا في الفيزياء والفيزياء والاجتماعيات نفس النقطة، ولكن المعامل ديال الفيزياء هو جوج، اذا غنضرب النقطة ديال الفيزياء غنضربها في جوج. فهمتوا دابا 13.87 غنضربها في جوج هي 27.74 غنحطها. التربية البدنية معامل ديالها جوج غنضرب 14 في جوج هي 28. الاجتماعيات معامل ديالها 3، دونك ديك 13.87 غنضربها في 3 غتعطيني مضروبة في 3 13.87 مضروبة في 3 هي 41.61. شفتو يعني لاحظتو ان الاجتماعيات والفيزياء عندهم نفس النقطة، ولكن ملي تضربو في المعامل ولات هادي كتيرة حيت تضربات في 3. عاد غنجي دابا لعلوم الحياة والأرض. علوم الحياة والأرض المعامل ديالها حتى هي 3، دونك 12.37 غنضربها في 3 هي 37.11. الرياضيات غنضربو في 5 هي، والعربية والفرنسية هما اللي طالع المعامل ديالهم. إذا الرياضيات عندي 13.83 مضروبة في 5 هي 69.15. العربية 12.37 مضروبة في 5 61.85. الفرنسية 12.12 مضروبة في 5 هي 60.6. دونك بقات لينا التربية الإسلامية اللي نسيت ما درتهاش في الأول، اللي هي بحال اللغة العربية. دونك عندهم مختلفين غير في المعامل، شفتو دابا عندها حتى هي كدوز جوج الفروض، دونك العربية جوج الفروض، حتى التربية الإسلامية دارت ليها نفس النقط ديال العربية باش نعرفو الفرق ديال المعامل اش كيدير. دونك هنا حتى هي عندها نقطة الأنشطة كتمثل 25% وجوج الفروض، دونك كيما حسبنا العربية غنحسبو التربية الإسلامية وغنحصلو فيها حتى هي على 12.37. ولكن فين غيكون الفرق؟ هي العربية ضربنا في 5، التربية الإسلامية غنضربو في جوج. دونك غنضرب هاد 12.37 مضروبة في جوج هي 24.74. غنجمع دابا هاد النقط كاملين شحال غيعطيوني، غنجمع هادو ملي ضربتهم في المعامل. دونك 24.74 زائد 60.6 زائد 61.85 زائد 69.15 زائد 37.11 زائد 41.61 زائد 28 زائد 27.74 تساوي 350. غنقسموها على مجموع المعاملات، جوج زائد جوج زائد 3 غيعطيونا 27. دونك غنقسموها على 27 غتعطينا 12.99. دونك 12.350 هنايا المجموع فاصلة 8 مقسومة على 27 كتعطينا 12.99، اللي تقريبا هي 13. نقولو 13 ولكن عندكم راه تجيب 9.99 غادي تسقط من هاديك 0.01، يعني أي نقطة مهمة. إذا كما قلت لكم في الاول، التلميذ النموذجي ما كيشوفش في المعامل، ماشي حيت هادو عندهم 5 غنقراوهم مزيان والتربيه الاسلاميه وهادي عندها 2 ما غنقراوهمش مزيان. بغيتي النقطه ديالك تطلع وتكون دائما متفوق خصك تقراهم كاملين، حتى شي ماده ما تخلاش عليها بغض النظر على
المعامل ديالها. دونك نتمنى ان وصلنا المعلومه مزيان وتاكدوا ان هذا اجتهاد فقط وسولت بعض المعارف. واتمنى لكم كامل التوفيق وان شاء الله كاملين تجيبوا اكثر من 15 واكثر من 13. والى فيديو اخر ان شاء الله.